هو طبعا لو الموضوع في ايدي صديقي طبعا المحامي الكبير استاذ هشام عبد الرب وكنت حكمت لك من غير ما اقرا القضيه من اساسها. لكن خلينا نتفق برضو يا استاذ هشام ونقول العقد شريعه المتعاقدين وانت استاذ الاساتذه في هذه الامور. وبعدين هو على كلام نبيل بيقول انه عايز يقسط على ثلاث سنين، لكن وقع الامر انه الاتحاد الدولي زي ما حضرتك عارف ومتاكد هو لا يعترف اطلاقا بالاتفاقات الشفويه، في ورقه وقلم وفي عقد. العقد شريعه المتعاقدين هو الراجل طوعيه واختيارا قسط، كان لازم جده يخلص، لازم انا رايي طبعا يعني كان جده لابد ان هو يخلص. مشكله لاعبتنا صديق العزيز استاذ هشام، مشكله لاعبتنا ان هو بعد ما بيتفق ويروح ويكيش مش عايز جيب السبع يطلع منه جنيه، خلاص جيب السبع دخل فيه الفلوس مش عايز يطلع منه جنيه، برغم ان دي حقوق. علشان كده لازم في رايي انا لازم في في في, في القانون الجديد او في اللوائح الجديده الخاصه باتحاد الكوره يحرصوا على انه النادي يستقطع من عقد اللاعب القيمة الخاصة بوكيل أعمال. والنهاردة لو جده توقف مين اللي هيدار؟ النادي هيدار، مؤكد نادي هيدار. يبقى أنا النهاردة لعيب جه جابوا وكيل أعماله وفقا للعقد، لما أنا كنادي وأقرأ العقد الوكيل ده له كام، له 300 ألف 400 ألف، أنا أخصمهم من العقد اللي هدفعه للاعب وأسدده الوكيل عشان أريح دماغي. النهاردة نادي سموحة ما شاء الله بدأ يعني يعقد